الأهلي عبر السوشيال ميديا في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا متوحد بدعوة صادقة ودعوة فيها كتير من الرجاء الدعاء لله سبحانه وتعالى إنه يحفظ شاب مشجع أهلاوي سافر عشان يتفرج على مباراة الأهلي ويطلع بره بطل جنوب السودان في برج العرب، وهو راجع بلده في كفر الزيات وقع من القطر او كفر الدوار في البحيره. انا بقول كفر الزيات انحيازا للمهندس عدلي، يعني محمود المخبزي من كفر الدوار بحيره بسرعه راح قايل لي يعني هتوقع الراجل اللي وقع في كفر الدوار تجيبه كفر الزيات يا ابراهيم عشان دي بلدي. كفر الدوار يا ابراهيم، كل الدعاء ربنا معاه ويحفظ احمد سمير ولادنا يا رب، محمد سمير، انه ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بالشفاء ويحفظه، وقلوب كل الجماهير وكل محب الكرة والرياضة مع محمد سمير. ومحمد سمير معانا على الهاتف من كفر الدوار. أستاذ سمير أهلا بيك. أهلا وسهلا. أهلا بيك وألف ألف سلامة على محمد، وتحياتي وتحيات المهندس عدلي ودعوات الجميع ليه. الله يسلمك، مسيرة على الحق كابتن عدلي القيعي. طمنا على محمد. محمد الحمد لله اتعمل عملية بتر قدمين. لا حول ولا قوة الا بالله. الشمال اصل اقصر من اليمين. اه. بعد ما طلع من الماتش بتاع الاهلي وهو له صورة في الاستاد. ايوه. فحصلت الحادثة. اه. كان في حالة موت وعمل العملية. انا بشكر الاول الدكتور عبد العظيم بتاع العناية الطوارئ. ايوه. خدت بقى حضرتك. وبشكر الدكتور لما كانش عاوز يعمل العمليه قلت له اعملها لي علشان ابني عمل العمليه من غير نبض ومن غير ضغط. مفيش حاجه مسموعه خالص، وربنا كرمنا والحمد لله. وربنا كرمنا والحمد لله. يا حاج الحمد والشكر ليك يا رب. الحمد والشكر طبعا على يعني انه يعني يقدر يجتاز المحنه دي باذن الله. لكن انا عايز اقول لك يا حاج، وقد يكون في هذا بعض العزاء، يعني ان الاطراف الصناعيه دلوقتي على مستوى العالم تقدمت بشكل مذهل. صحيح. وانا شفت واحد بيجري مع الاسوياء في دوره من العاب القوى، دوره رسميه ممكن تكون دوره اولمبيه على فكره، وكان رجلين الاثنين بيعانوا من نفس اللي انت بتقول عليه، وركبوا له اقدام معدنيه بسوسته كده وكان بيجري بيهم. باذن الله ابنك 18 سنه ولسه ناجح في الثانويه العامه كابتن. يا حبيبي يعني ربنا معاك وكلنا بندعي لك، وقول له يعني النادي الاهلي يعني وراه بكل شيء. الله يكرمك. وباذن الله نستقبله وهو ياتي سيرا زي ما بقول لك بمثل هذه الاطراف المتقدمه. السلام، لان حالته تعبان. ما احنا يعني احنا نتمنى كل دعواتنا معاه ان شاء الله يجتاز هذه الظروف باذن الله يا حاج. محمد سمير ده كابتن عدلي، يا كابتن عدلي. ايوه. محمد سمير ده مش ابني ولا ابن محمود الخطيب ولا ابن الكابتن عدلي بتاعي. محمد سمير ده ابن النادي الاهلي. وهو ابننا كلنا. و انا عايزه بقى ايه يومين ثلاثه كده ما يبقى كويس باذن الله نعمل له مداخله يكلمنا بنفسه ونطمن عليه ونطمن عليه علشان يفوق شويه. بس علشان النهارده كنا بنقوله من المستشفى المستشفى، خدت بقى حضرتك، والدكاتره اشتغلوا معاه، والكابتن الشناوي كلمه في التليفون، والكابتن ابو تريكه، والكابتن سعد سمير جاله قعد معاه ساعتين وحضر الدكاتره وهم بيغيروا له وبيخيطوا له تاني. خدت بال حضرتك كابتن سعد سمير قاعد معاه ساعتين لسه ماشي. ربنا يخلي له كل الاحباء اللي حاسين ان ده اخوهم وحاسين ان ده ابنهم واحنا منهم. وباذن الله بقول لك يتواصل معانا بنفسه وبعدين لكل مقام كلام باذن الله. الله يكرمك، الله يكرمك كابتن عزمي. طب انت محتاج اي حاجه يا حاج في حته المستشفى؟ يعني هل المستشفى اللي هو فيها كويسه ولا محتاج اي حاجه طبيه؟ والله احنا لسه ما شفناش حاجه، هو اول ما رحنا لقيناها زي الصحراء،
بقى حضرتك وحصل له سخونيه وبقى رفرف ولا لقينا دكتوره ولا مريضه وتيجي الدكتوره تقول لك ادي له برشام البنادول. فانا اتصلت بالاستاذ بالعميد محمد مرجان ايوه وقلت له والاستاذ محمد رشوان المحامي ايوه خدت بالك قلت لهم الدنيا اتقلبت بصيت لقيت بعد 10 دقائق احلى دكاتره جم. تمام في مستشفى كفر الدوار مش كده؟ لا في مستشفى الجامعه التعليمي التخصصي اللي في ظهر كليه الهندسه. تمام في اسكندريه ولا فين يا حاج؟ بالاجر. نعم؟ في اسكندريه ولا فين؟ طب اسكندريه. في اسكندريه. طب اسكندريه. في اسكندريه. طيب. في كليه طب اسكندريه. عموما اي حاجه هتحتاجها لمحمد الاهلي وكل الناس محدش هيأثر مع محمد يا حاج اطمن يعني. الله يكرمك الله يكرمك وانا بقول لحضرتك ده مش ابن سمير المراكبي ولا ابن الكابتن محمود الخطيب ولا ابن اي حد ده ابن النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله تعالى سلامته محمد يرجع ويحضر الماتشات ويمشي باطراف زي الفل باذن الله ودعواتنا باذن الله الله يكرمك ان شاء الله, يكرمك. الله. شكرا يا حاج والف الف سلام الله يسلمك يا حبيبي انا بشكر النادي الاهلي وبشكر اعضاء مجلس الاداره اللي متواصلين معايا على طول ووصل له تحياتي انا والاستاذ ابراهيم من فضلك الله يكرمك وسلم لي الله يخليك شكرا جزيلا الله شكرا يا حاج والف الف سلامه على محمد